بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. اللهم أجرنا من النار، ومن حال أهل النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن جرير رحمه الله: حدثني عمر بن إسماعيل بن مجالد، حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: فلاقتحم العقبة. قال: جبل في جهنم. العقبة جبل في جهنم، أجرنا الله منها. وقال كعب الأحبار رحمه الله: فلاقتحم العقبة هو 70 درجة في جهنم، أجارنا الله منها. وقال الحسن البصري رحمه الله: فلاقتحم العقبة، قال: عقبة في جهنم، أجارنا الله منها. وقال قتادة رحمه الله: إنها قحمة شديدة، فاقتحموها بطاعة الله عز وجل. وقال قتادة رحمه الله: وما أدراك ما العقبة. ثم أخبر عن اقتحامها فقال: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وقال ابن زيد رحمه الله: اقتحم العقبة أي أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير. ثم بينها فقال: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام. قرئ فك رقبة بالإضافة، وقرئ على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل، والرقبة مفعوله، وكلتا القراءتين معناهما متقارب. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن إبراهيم، حدثنا عبد الله يعني ابن سعيد بن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، أي كل عضو منه عضوا من النار، حتى إنه ليعتق باليد اليد، وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرج. فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة رضي الله عنه؟ فقال سعيد: نعم. فقال علي بن الحسين لغلام له أفره غلمانه، أي أفضل غلمانه: أدعو مطرفا. فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. امتثل ما أدعى الله تعالى إليه، أعتق رغبة ابتغاء وجه الله عز وجل. فالإيمان والعمل الصالح سبب للعتق من النار، وسببا للنجاة من النار، نسأل الله التوفيق. وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي رحمهم الله من طرق عن سعيد بن مرجانة
به. وعند مسلم رحمه الله أن هذا الغلام الذي اعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه 10,000 درهم، ولكن اعتقه لوجه الله عز وجل رضي الله عنه. وقال قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عن أبي نجيح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. رواه ابن جرير رحمه الله هكذا. وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجداً ليذكر الله فيه بنى الله له بيتاً في الجنة، ومن أعتق نفساً مسلمةً كانت فديته من جهنم، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، ونور قلوبنا بالإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. طريق أخرى. قال أحمد رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا حريز عن سليم بن عامر أن شرحبيل بن السمت قال لعمرو بن عبسة رضي الله عنه: حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان. قال عمرو رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل. وروى أبو داود والنسائي رحمهم الله بعضه، أي بعض هذا الحديث. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. طريق أخرى. قال أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا الفرج، حدثنا لقمان عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال السلمي: قلت له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم. قال: سمعته يقول: من ولد له 3 أولاد في الإسلام وماتوا قبل أن يبلغ الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، ومن أنفق زوجين في سبيل الله، زوجين يعني فرسين أو درعين ونحو ذلك، فإن للجنة 8 أبواب يدخله الله من أي باب شاء منها. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وهذه أسانيد جيدة قوية، ولله الحمد والمن. حديث آخر. قال أبو داود
رحمه الله، حدثنا عيسى بن محمد الرملي، حدثنا الضمرة عن ابن أبي عبلة عن الغريف ابن الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وقلنا له: حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب رضي الله عنه وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص، يعني خطأ. قلنا: إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، يعني النار، بالقتل، يعني قتل نفسه، فقال: أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وكذا رواه النسائي رحمه الله من حديث إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن عياش الديلمي عن واثلة رضي الله عنه به. وكذا رواه النسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن عياش الديلمي عن واثلة رضي الله عنه به. حديث آخر قال أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد، حدثنا هشام عن قتادة عن قيس الجذامي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة وهو فداؤه من النار. وحدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة قال: ذكر أن قيسا الجذامي حدث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار. تفرد به أحمد رحمه الله من هذا الوجه. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بني بجيلة من بني سليم عن طلحة قال أبو أحمد: حدثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أي سؤالك قصير ولكنه عظيم، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، أوليستا بواحدة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: لا، إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، يعني تعتقها أنت وحدك، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم. المنحة أن تمنح المسكين شاة يشرب لبنها ويردها، والفيء على ذي الرحم الظالم، إذا كان لك أقارب ظلمة أحسن إليهم، فإن لم تطق ذلك وأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير، لا تتكلم إلا بخير. وقوله عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذي مجاعة، اليوم الذي فيه أناس جائعين. وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد رحمهم الله. والسغب هو الجوع، أي أطعم الجائعين ابتغاء وجه الله. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: في يوم الطعام فيه عزيز، أي الطعام فيه قليل. وقال قتادة رحمه الله: في يوم يشتهى فيه الطعام،
إطعام الطعام مما يقرب إلى الله ابتغاء وجه الله. وقوله عز وجل يتيماً أي أطعم في مثل هذا اليوم يتيماً ذا مقربة أي ذا قرابة منه. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة والحسن والضحاك والسدي رحمهم الله. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن سليمان بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. إذا تصدقت على أرحامك أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. وقد رواه الترمذي والنسائي رحمهم الله وهذا إسناد صحيح. فالإحسان إلى الأرحام والأقارب ثوابه عظيم عند الله. قوله عز وجل أو مسكيناً لا متربة أي فقيراً مدقعاً لاصقاً بالتراب أي فقيراً شديد الفقر. وهو الدقعاء أيضاً التراب الدقعاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا متربة أي هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب. وفي رواية هو الذي لصق بالدقعاء أي بالتراب من الفقر والحاجة ليس له شيء. وفي رواية عنه هو البعد هو البعيد التربة أي من بلاد بعيدة. قال ابن أبي حاتم رحمه الله يعني الغريب عن وطنه. قال عكرمة رحمه الله هو الفقير المديون المحتاج. قال سعيد بن جبير رحمه الله هو الذي لا أحد له. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان رحمهم الله هو ذو العيال. وكل هذه قريبة المعنى. فالإحسان إلى الأيتام والمساكين والفقراء أجره عظيم عند الله. وقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا أي ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل. كما قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن بشرط أن يكون مؤمن وأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة والإسلام يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الشرط أن يكون مؤمن موحد لا يشرك بالله شيئا. وقوله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أي كان من المؤمنين العاملين صالحا المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم. كما جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال المعلق رواه الإمام أحمد في المسند رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وفي الحديث الآخر لا يرحم الله من لا يرحم الناس. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرويه قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. فينبغي أن يرحم الصغير وأن يعترف بحق الكبير ويحترم. وقوله تعالى أولئك أصحاب الميمنة أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين اللهم اجعلنا منهم. ثم قال تعالى والذين كفروا بآياتنا
هم أصحاب المشأمة، أي أصحاب الشمال، عليهم نار مؤصدة أي مطبقة عليهم. اللهم أجرنا من النار، فلا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها. قال أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي وعطية العوفي والحسن وقتادة والسدي رحمهم الله مؤصدة أي مطبقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما مغلقة الأبواب. قال مجاهد رحمه الله أصد الباب بلغة قريش أي أغلق. سيأتي في ذلك حديث في سورة ويل لكل همزة لمزة. وقال الضحاك رحمه الله مؤصدة حيط لا باب، حيط لا باب له، يعني جدار ليس له باب. قال قتادة رحمه الله مؤصدة مطبقة ولا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال أبو عمران الجوني رحمه الله إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف أطبقوها، وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شره وأوثقوا في الحديد، ثم أمر بهم وأوثقوا في الحديد، ثم أمر بهم إلى جهنم ثم أوصدوها عليهم أي أطبقوها. قال فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا، ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبدا، ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدا، ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبدا. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. اللهم أجرنا من ذلك يا رب العالمين. تفسير سورة والشمس وضحاها وهي مكية. تقدم حديث جابر رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، لأن معاذ رضي الله عنه قرأ سورة البقرة، فأرشده الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقرأ لهذه السور ولا يطول حتى يتأذى بعض المأمومين من المرضى والضعفاء وغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها وألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللهم اجعلنا من المفلحين، أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال مجاهد رحمه الله والشمس وضحاها أي وضوئها. وقال قتادة وضحاها النهار كله. قال ابن جرير رحمه الله والصواب أن يقال أقسم الله بالشمس ونهارها، لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار. والقمر إذا تلاها قال مجاهد رحمه الله تبعها. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما والقمر إذا تلاها قال يتلو النهار إذا ذهب النهار. وقال قتادة رحمه الله إذا تلاها ليلة الهلال، يعني أول ليلة من الشهر، فإذا سقطت الشمس رؤية الهلال، إذا غربت الشمس رؤية الهلال في أول ليلة. وقال ابن زيد رحمه الله هو يتلوها في النصف الأول من الشهر، ثم هي تتلوه وهو يتقدمها
في النصف الأخير من الشهر. وقال مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم رحمه الله: إذا تلاها ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من العتقاء منك من النار يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمين. وقوله عز وجل: والنهار إذا جلاها، قال مجاهد رحمه الله: أضاء، جلاها أي أضاء. قال قتادة رحمه الله: والنهار إذا جلاها إذا غشيها النهار. قال ابن جرير رحمه الله: وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلى الظلمة لدلالة الكلام عليها، يعني ذهبت الظلمة إذا ظهر النهار. قلت: ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلاها أي البسيط، يعني جلى الأرض، لكان أولى ولصح تأويله بقول الله: والليل إذا يغشاها، يعني يغشى الأرض، وكان أجود وأقوى، والله أعلم. ولهذا قال مجاهد رحمه الله: والنهار إذا جلاها، إنه كقوله: والنهار إذا تجلى. وأما ابن جرير رحمه الله فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها، وقالوا بقوله: والليل إذا يغشاها، يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب وتظلم الآفاق. وقال بقية بن الوليد عن صفوان: حدثني يزيد ابن ذي حمامة رحمهم الله قال: إذا جاء الليل قال الرب جل جلاله: غشي عبادي خلقي العظيم، فالليل يهابه، والذي خلقه أحق أن يهاب. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وقوله تعالى: والسماء وما بناها، يحتمل أن تكون ما هنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائها، وهو قول قتادة رحمه الله، ويحتمل أن تكون بمعنى من، يعني والسماء وبانيها، وهو قول مجاهد رحمه الله، وكلاهما متلازم. والبناء هو الرفع، كقوله: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وإنا لموسعون، والأرض فرشناها ونعم الماهدون، جل جلاله. وهكذا قوله: والأرض وما طحاها، قال مجاهد رحمه الله: طحاها دحاها، أي بسطها. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما طحاها، أي خلق فيها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: طحاها قسمها. قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري وأبو صالح وابن زيد رحمهم الله: طحاها بسطها، وهذا أشهر الأقوال، طحاها أي بسطها، وعليه الأكثر من المفسرين وهو المعروف عند أهل اللغة. قال الجوهري: دحوته مثل دحوته، أي بسط. وقوله تعالى: ونفس وما سواها، أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني على التوحيد والإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، يعني كاملة الخلق، هل تحسون فيها من جدعاء؟ لا تجدون شيئا من أولاد البهائم مقطوع الأذن، بل سالم. الله خلق عباده على الفطرة، على الإسلام والتوحيد.
أخرجاه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي صحيح مسلم رحمه الله من رواية عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، أي على التوحيد، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها، أي بيّن لها ذلك وهداها إلى ما قدر لها. فعلينا أن نسلك طريق الخير ونحذر طريق الشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فألهمها فجورها وتقواها، بيّن لها الخير والشر. وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك والثوري رحمهم الله. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: ألهمها الخير والشر. وقال ابن زيد رحمه الله: جعل فيها فجورها وتقواها. فعلينا أن نسلك طريق الخير ونبتعد عن طريق الشر. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا يحيى بن عقيل، حدثنا ابن بشار، حدثنا صفوان بن عيسى وأبو عاصم النبيل قال: حدثنا عزرة ابن ثابت، حدثني يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن حصين رضي الله عنهما: أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه، أي يعملون، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأكدت عليهم الحجة، قلت: بل شيء قضي عليهم. قال: فهل يكون ذلك ظلما؟ قال: ففزعت منه فزعا شديدا. قال: قلت له: ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عز وجل يفعل ما يريد وله الحكمة في ذلك. قال: سددك الله، أي ثبتك الله على الحق. إنما سألت لأخبر عقلك، أي لأختبر عقلك. إن رجلا من مزينة، من قبيلة مزينة أو جهينة، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أم شيء مما يستقبلونه مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت به عليهم فالحجة؟ قال: بل شيء قد قضي عليهم. قال: ففيما نعمل؟ قال: من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها، وتصديق ذلك في كتاب الله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اللهم ألهمنا الصواب، وثبتنا على الخير، وأعذنا من الشر يا رب العالمين. رواه أحمد ومسلم رحمهم الله من حديث عزرة بن ثابت به. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمين. وقوله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يحتمل أن يكون المعنى: قد أفلح من زكى نفسه، أي بطاعة الله، كما قال قتادة رحمه الله: وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. ويروى نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير رحمهم الله. وكقوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم ثبتنا على الهدى يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات.
وقد خاب من دساها، أي دسسها، أي أخملها ووضع عنها ووضع منها لخذلانه إياها عن الهدى، حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. نعوذ بالله من ذلك. وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه، وقد خاب من دس الله نفسه. قال العوفي كما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم اجعلنا من المفلحين يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا أبو مالك يعني عمرو بن هشام عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله: قد أفلح من زكاها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلحت نفس زكاها الله. اللهم اجعلنا من المفلحين يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله من حديث أبي مالك به، وجويبر هذا وابن سعيد متروك الحديث الضعيف، تركه المحدث، والضحاك لم يلق ابن عباس يعني سقط من سنده راوي. وقال الطبراني رحمه الله: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا أبي، حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الآية: ونفس وما سواها وألهمها فجورها وتقواها، وقف ثم قال: اللهم آت نفسي تقواها، أنت وليها ومولاها وخير من زكاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. قال المعلق وقال الهيثمي رحمه الله في المجمع: إسناد حسن. حديث آخر قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يعقوب بن حميد المدني، حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي، حدثنا معن بن محمد الغفاري عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: فألهمها فجورها وتقواها، قال: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لم يخرجوه من هذا الوجه أي أصحاب الكتب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن صالح بن سعيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه، إن لم تجده على الفراش، فلمسته بيدها ووقعت عليه، وقعت يدها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهو يقول: ربي أعطي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. تفرد به صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر.
اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. قال زيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكهن. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والهرب والجبن والبخل وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم رحمه الله من حديث أبي معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث وأبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه به. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم عليه السلام بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي عياذا بالله. قال محمد بن كعب رحمه الله بطغواها أي بأجمعها، والأول أولى أي بسبب طغيانها. قاله مجاهد وقتادة وغيرهما فأعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى واليقين. إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة وهو قدار ابن سالف عاقر النقب. أشقاها أشقى رجل فيهم هو قدار ابن سالف عاقر النقب الذي قتل الناقة التي جعلها الله آية لهم، وهو أحيمر ثمود، وهو الذي قال تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وكان هذا الرجل عزيزا فيهم شريفا في قومه نسيبا رئيسا مطاع، ولكن أجرم والعياذ بالله. كما قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة التي جعلها الله آية وذكر الذي عقرها، فقال إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل زمعة. ولكن لما عقر الناقة هلك والعياذ بالله. ورواه البخاري رحمه الله في التفسير ومسلم رحمه الله في صفة النار والترمذي والنسائي رحمهم الله في التفسير من سننهما، وكذا ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله من طرق عن هشام بن عروة به. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا عيسى بن يونس حدثنا محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خثيم أبي يزيد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال بلى. قال رجلان أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذا، يعني قرنه حتى تبتل منه هذه يعني لحيته. قال المعلق رواه البخاري في التاريخ الكبير من إبراهيم بن موسى به، رواه أبو نعيم بالدلائل رحمه الله من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به.
قال البخاري رحمه الله: هذا إسناد لا يعرف سماع يزيد من محمد، ولا محمد بن كعب من ابن قثيم، ولا ابن قثيم من عمار، يعني في سنده من لم يصرح بالسماع. وقوله تعالى: وقال لهم رسول الله، يعني صالحا عليه السلام، ناقة الله، أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، وسقياها أي لا تعتدوا عليها في سقياها، فإن لها شرب يوم، تشرب الماء يوم، ولكم شرب يوم معلوم. قال الله: وكذبوه فعقروها، أي كذبوه فيما جاءهم به، فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي غضب عليهم ودمر عليهم وسواها، أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء، أعوذ بالله من غضب الله. قال قتادة رحمه الله: بلغنا أن وحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم فسواها. وقوله تعالى: ولا يخاف عقباها، وقرئ فلا يخاف عقباها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يخاف الله من أحد تبع، الله مالك الملك. وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم. وقال الضحاك والسدي رحمهم الله: ولا يخاف عقباها، أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع. والقول الأول أولى، يعني الله لا يخاف عقباها لأنه مالك الملك لدلالة السياق عليه، والله أعلم. الله لا يخاف عقباها، لا يخاف من أحد، هو مالك الملك جل جلاله. تفسير سورة الليل وهي مكية. تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: فهلا صليت يسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. اللهم يسر لنا طريق السعادة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين، وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلس إلى أبي الدرداء الصحابي رضي الله عنه، فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: كيف سمعت ابن أم عبد؟ هذا لقب عبد الله بن مسعود، أم عبد ابن أم عبد لقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى؟ قال علقمة: والذكر والأنثى. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ: والذكر والأنثى، وما الموجود في المصحف: وما خلق الذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال هؤلاء حتى شككوني. ثم قال: ثم ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر؟ صاحب الوساد الذي يحمل وسادة الرسول
صلى الله عليه وسلم وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره، يعني حذيفة الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض المنافقين وأمره بكتمان ذلك. وليس معناه أنه أسر إليه شيء من الدين، لا، الدين الإسلامي علانية ما في أسرار، إنما أسر إليه بأسماء بعض المنافقين وأمره أن لا يخبر أحدا حتى لا تكون فتنة، وهو صاحب السر والذي أجير من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أجاره الله من الشيطان عمار، الذي أجاره الله من الشيطان عمار بن ياسر رضي الله عنه. قال المعلق: وتكملة الحديث وصاحب الوساد ابن مسعود، وصاحب السر حذيفة، والذي أجير من الشيطان عمار رضي الله عنهم أجمعين. وقد رواه البخاري هاهنا ومسلم رحمهم الله من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه على أبي الدرداء رضي الله عنه وطلبهم ووجدهم فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه؟ قالوا: كلنا. قال: أيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة رضي الله عنه، فقال: كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: والذكر والأنثى. قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدوني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم. هذا لفظ البخاري رحمه الله، هكذا قرأ ذلك ابن مسعود وأبو الدرداء رضي الله عنهما، ورفعه أبو الدرداء، وأما الجمهور فقرأوا ذلك كما هو مثبت من مصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق: وما خلق الذكر والأنثى. فأقسم تعالى بالليل إذا يغشى، أي إذا غشي الخليقة بظلامه، غشي الناس بظلامه، والنهار إذا تجلى أي بضيائه وإشراقه. وما خلق الذكر والأنثى كقوله: وخلقناكم أزواجا، وكقوله: ومن كل شيء خلقنا زوجين. ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان القسم عليه أيضا متضادا، ولهذا قال: إن سعيكم لشتى، أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة، ومن فاعل خيرا ومن فاعل شرا. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى، أي أعطى ما أمر بإخراجه واتقى الله بأموره وصدق بالحسنى، أي بالمجازاة على ذلك. قاله قتادة رحمه الله، وقال خصيف بالثواب، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم: وصدق بالحسنى، أي بالخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك: وصدق بالحسنى، أي بلا إله إلا الله، أي كفر بالطاغوت وآمن بالله. وفي رواية عن عكرمة رحمهم الله: وصدق بالحسنى، أي بما أنعم الله عليه. وفي رواية عن زيد بن أسلم رحمه الله: وصدق بالحسنى، قال: الصلاة والزكاة والصوم. وقال مرة: وصدقة الفطر، لأنها فريضة على كل مسلم صدقة الفطر. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد، حدثني من سمع أبا العالي الرياحي ولم يذكر اسمه يحدث عن أبي بن كعب
رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى، قال: الحسنى الجنة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، ونعوذ بك من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله: فسنيسره لليسرى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني للخير. وقال زيد بن أسلم رحمه الله: يعني للجنة. وقال بعض السلف رحمهم الله: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، إذا عملت حسنة يوفقك الله لفعل حسنة أيضا، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها، نعوذ بالله، إذا فعلت سيئة تتبعها بسيئة أخرى والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى: وأما من بخل، أي بما عنده، واستغنى، قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل، نعوذ بالله. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وكذب بالحسنى، أي بالجزاء في الدار الآخرة، فسنيسره للعسرى، أي لطريق الشر عياذا بالله، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، عياذا بالله. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والآيات في هذا المعنى كثيرة، دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له، والآيات في هذا المعنى كثيرة، دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له، ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر. والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة.